مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيامة وحا كصوه الرئيا قيري بضان وآد أطران موتان ولا اللي أندونا أسباب تقيري دا بني آدم كابضان دونتا وعذر هولا دان ودل قرير هوا بابير هو أباريه قاتش هلا يسو هو فتا هذا يضبيل هدلين موتان قيري بضان وآد أطران أيا قيامة كصوه الرئيس ابو النبي صلى الله عليه وسلم وحين أجوغني دل قرير كي مغرب كما يالبا كتغي وحاكدن بأيي ضوفانتي إيو فتهاده إيو كرعي ليبيا مقالتن أو درن ليدا انتي قادبي بد كترت كما يال كما يالبا للايا كما يالبا دول كوستي سقال شلين نولا وبرواقه هستي وعادي وحيا لها ألمان تلن اللهي خورين الله ينوغوسي شيغي وحاكم ده مصائب تعامك لباتوين كعامك أدونك كسو سيادية هذي تهي للقرير هذي تهي الدادة فتهادو هذي تهي أبارو هذي تهي السحر برر هذي تهي عذر مصائب ووين وأدونك كسو كريوسو سيادية وركو ظهرانو سيهيني ذا المسلمين نهي وركو ظهرانو هيني ما أنت إيا شالي اسكميد ما طبان سنة كهر إيا ما أنتنا اسكميد ما toban sano kadib iyo maantana isku mid ahaan mayso markasta oo caalamku si socdo si gabagabo waqti si qaato xeelahan dhacaya iyo wasii siyaadaya mar waxay ku tusayaan wa dalail tusmooyin wax ku tusaya way mar sabab bay leeyihiin sabab laan iskama iimaanin mar kale tana maqasid iyo ujeedooyin buu Alla kale yahay tabaaraka wa ta'ala ee abath iyo ciyaar ma aha مروى دلائل ووحي كتوصيان الله كون كان معمول قدرة دي سيا أوديس مركلا وحي كتوصيان وآي مصائب تاني كتوصيسا وآي كومو چينيسا الله تبارك وتعالى أدوما دي سئينو عبسين ايو دومادو مركي كبران وحسمودان قوقان سلوينادان أمرك إله الشبيان خلافان الله تبارك وتعالى وإن تبرتو دو أوتوصو سيداس دردد الله تبارك وتعالى وك قران كان لو شيغي وما نرسل بالايات الا تخويفا وعبسين ادومدان كبري با لعبسينيا نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقتي شي ايا وها دحاي قرخدا مدوباتي مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم ارغغخاي سو ارغغخسن بو سو بخاي او كبقي اني قيامتي تحاي مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم صلاه قر رحمدوبات كو توكدي صلى الله عليه واله وسلم مركز النبي صلى الله عليه وسلم آيات كانت أركيسان إلهي أمصو ديرو إلا إنو إذن كحبسي يمويه إيه مركز أركتان وحرارة الله ذكر جيس أرققح وأرققح دعاء وأرققح ذكر إلهي استغفار إيه توبة الله وحرار مركز هو تخويف وحبسين الدون يهو كبري يلو كريوي الله تبارك وتعالى وحو أودا أضو حرقون أيو عافمات قبو حولب بضن أو إركا مرأي إن دولك لقو لقوي وحو أودا هل هبين إن أضو جيفا نفتا لقاسي وحو أودا إن قنطال صمد لقا قرفتو ومدن كبيرتيا إسلو إناتيا ألا وحو أودا هل مر إن دولك إذن لقوي هل مر إنو فتح هذا إير ضبيلا إذن كسيدا هل مر إنو دولك إذن القرير إذن كفصحو وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا ما إلهي ويخلقك نظر كيسان أدو ماذا مركا إلا عبسيه ودلالة الله تبارك وتعالى أدو مديسة إنه عبسيه دلالات كذا وحاكم إذا وحي كتوصيان مركاد أركتو آيات كاني إني صوبتين إني قيامة ذي لو ذهي أدوم كنا قبا قبيه نبي قال نوحي رسول الله عليه وسلم قيامة ما استاكتو ما تعضو إلى علمي قلق هذا طبعا علمي غادي دي سعلي ما دور لما تواهي سيد النبي صلى الله عليه وسلم أو دول قرير هذا أي بطان أو الزمن كو اسكود لواهده أو فتن كو موقضان أو هرجي كو بطو محل إلا هذا هرجي بي إلا هذين ودل كي إسلين تبلاشك قيامة مركي سعود لو ذهيبا أدو كو سيقا بقبابا يدول قرير كابدان يا مصائب تابدان لكل إلا هذا سلامة بن نفيل السكوني والصحابة النبي كما صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أيا وحوليها النبي أنه الله فردنا صلى الله عليه وسلم أيا نمبا سؤال ويدي وحوي الرسول قيل أيو وليغا سمضع انتم الله كيمي وحوي النبي قها
wuxuu ku yiri cuntada lagu keenay maxay ku jirtay weelkay ku jirtay muxuu ahaa wuxuu nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam dheri cuntada lagu kululeeyo ayay ku jirtay waxay ku yidhaahdeen cuntadii hadaan cuntay wax ma ka soo hareen hanbun ma ka soo hareen mise waa dhameysato wuxuu yiri waxba ka soo hareen waxay ku yidhaahdeen wixii ka soo haray aaway wuxuu yiri waa la qaaday korba loo qaaday halka markay marayso yuu war aynan filaynin nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxa la ii waxyooday oo xaggii rabbi la iiga sheegay in lay qaadayo oo aanan waqti dheer idin la sii joogaynin waxaa la ii sheegay oo xagga bari rabbi la iiga waxyooday anigu markaan tago gadaashay inaydan muddo dheer sii joogi doonin haddaad dambaysaan ood iga dambaysaanna waa laydin imtixaani doonaa ilaa waxaad gaadhi doontaan heer aad tamanidaan geerida oo aad tidhaahdaan goormaan dhimanaynaa fitanka iyo afaadka iyo zamanka hallaabay iyo halista taagan nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam waad imaan doontaan idinka oo koox koox iyo gurub gurub iyo guuto guuto ah waadna islayn doontaan oo waad isa soo gelbin doontaan yufni bacdukum bacda markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam qiyaamada waxaa ka soo horeeya geeri badan oo aad u daran muutaan waa la le'an doonaa asbaabta geerida bini aadamkaa badan doonta kuwa cudur ha u laadaan kuwa dhulgariir ha u baabeen kuwa abaariya gaaja ha layso kuwa fatahaada iyo dabayla ha dileen muutaan geeri badan oo aad u daran ayaa qiyaamada ka soo horreysa buu nebigu sallallahu alayhi wasallam taa gadaasheedna waxaa imaan doona buu nebigu sallallahu alayhi wasallam dhulgariir dhulgariirada badan doona warkaasuu nebigu u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qiyaamadu markastoy soo dhowaato dhulgariiradan faraha badan aad arkaysaan iyo masaa'ibtan isdaba joogtahay waxay daliil u tahay adduunka ninkii rajo ka sii qabow waa gebagabo wakhtiga laabanna waa wakhti fitan iyo masaa'ibi aafaad iyo walwal iyo warbahaad iyo dhib lagu noolaan doono maalinba maalinta ka dambaysana waa ka sii dari doonaa ninkii sugahaya marka inuu adduun raaxo iyo nabad iyo caafimaad iyo xasilooni iyo cadaalad warkiisu waa dhammaaday taa waa dilaano dhankaasa dhanka labaadi nebigu wuxuu inoo sheegay sal alayh wasalam oo sharcigu inoo sheegay qur-aanku inoo sheegay ka hor rasuulkuna faahfaahiyey sal alayh wasalam dhibaatooyinkan dhacayay asbaabteedu maxay tahay ila wax walba ilaahay sabab uu sameeyey waxay inoo sheegay qur-aanku wuxuu inoo sheegay dhacdooyinkiina masaa'ibtani sababtoodu waxa weeyaan waa dunuubta bini aadamku galayo ayado badan buu ilahay inoogu sheegay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد آفا دعضي فساد كاسي وحا سوق لي نباتوين ككونك كرنا عيو نمبا فساد كالقوة للقرير كوا قليا أبارو كوا قليا سعر بر كوا قليا نبت قليا دردية دقال دي نيقا دادانا يوا قليا فساد بار للك وذا قاري سببتو محيطها بما كسبت أيدي الناس بني آدم كواحي كسبتين وادن بيدان قلي نواي meelo badan baa ilaahay ku faahfaahiyey tabaaraka watacaala nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa sii qeexay wuxuu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam kama fii xadiidi caaisha aakhiru zamaanka ummaddan aakhirkeeda waxaa dhici doona buu nabigu sallallahu alayhi wasallam khasfun dhulgooyo dhulkoo laysla gooyo in yaraad ardiya dhulkoo laysla jaro maskhun bini aadankii oo suuradiisa inta la bedelo suuro foolxun loo bedelo qadfun samada oo gantaalo iyo dhagaxyaan laysaga soo daadiyo oo laysgaraaco intaasuba aakhiru zamaanka way dhici doonaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam caaisha waxaan idhi bi tiri rasuulka ilaahayow oo ma nala halaagaya waxaasi miyay nagu dhacayaan annagoo saalixiinta iyo dadkii wanaagsanaana dhex joogaan nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam haa waase markay muuqdaan oy bataan xumaantu dhexdiinna markay muuqatoy badato markasta oo xumaanta bini aadanku badato waxaad sugtaa dharbaaxada rabbina inay badanayso sug waa iswataan adduunka maanta allihii kownkan abuuray xadaarada reer galbeedku waxay ku salaysan tahay waa xadaaratu ilxaadin wa inkaarin lilkhaaliq allihii kownkan abuuray ee maamulaya bay xadaarada reer galbeedka iyo waxa raacsani inkirsan tahay ilxaad aakharay inkirsan tahay wax alla wixii ilaahay soo dejiyey iyo kitaab ahaa iyo wuxuu raalli ka ahaa bay la dagaalsan tahay wax kastoo ilaahay neceb yahay bay faafinaysaa ayuu taageersan tahay akhlaaq xumada ilxaadka diin xumada wax kastoo xun ayay taageersan tahay ama targhiib ama tarhiib hoo oo qaado haddaad yeeli weydo waxaa xigtaa waa lagu dharbaaxi waa lagu ciqaabi
داد كي باين الصوغة لي داد كي باين الصوغة لي أسبوعي هراء ودن كان أنشوقنو محكمة ديسة صارة وحي باس مريسي خنيس نمدو إن المشروع تاعي أفريقان كي في ضرده وجد بيه واي قصب واي سند الله واي هذا قانون ويدو يا ويلك هول كلا قطال قشين كاس يا حمانتاس وأود كستالو فافيني أمت بحال الله تبارك وتعالى أيده قرصان بين النبي صلى الله عليه وسلم حقا الله دجالنت أخلاق حمد النوع عسنا أيده كدق ميس مين فافينين أمت كلنا مين أقويرين إذا مية دقارنا مين كهر جلينين لكن أيده أم بسمين يسول لك كرواي الله تبارك وتعالى هلاك قرآنك ينوش يا جيب مري فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من السماء اللواح لك تبارك وتعالى عالم كم يشو مرة يا حضارة الرجل بيت كأينو ضبيع عينو سياسيين تاني يا مدح داني يا قويهن كأينو أينو الدباء أينو دبر علينا إنو حقيقو سعوتها يا عالم كم يشان لغي يا آفات كان صببت أقع وحضارة الرجل بيت كي ماشي عالم كأوهو جاميين واي إيا إنتي كالتو دبر علينا يسو مساكين أو حبا فهمينينا ومودها هي بيرت اللي سمي بني آدم كونه وحطه وبني آدم وأخلاق بني آدم وعقيده بني آدم وطقن بني آدم شريتان كيسو برمه بني آدم كيسوهم برأينا شرين بو نولايه وشري ما أنت سوى حباب إنا يدقن حمده يلا أقلم الدين حمده وإياه يا عقيده حمده مصائبتو وحيقو إيماني سامركا مركستو حمانتو لحدي إنا كبضتو وحد سكتاه وإلهي تبارك وتعالى حقباتك سنوين الزيادة وحكى له النبي قال يقول صلوات ربي والسلام عليه السيعة دي آخر الزمان كوحد لعدونا للقويو إيا الصور كل بدلو إيا الصمد الله يسكقراعو وكان تالك يمادان إيا دقحيال النبي قال صلى الله عليه وسلم وحكى لهم قورما وحكى النبي قال صلى الله عليه وسلم مركي بطان دو مركي هيسة ألذا هيسة إيا قلبك هيسة موزيقا لو قراعنا أوبتو خمرضنا سيئان عادي أهل لعبه الدون كما أنت وحا كتشراي انتاسي وحا ينقوني صغائر الدون كما أنت وحا كتشراي انتاسي بوحا ينقوني وحيال الله الطفان بي ينقوني مركا الله قرب لغا ماشا الدون كما رأي محاد سوغي سامركا وإنا انقرأ وصلنا إنا إنو إنكو إسقوبة إنو وإنا انقرأ وصلنا إنا انقعمهن إسقوب قلبين إنو وإنا انقرأ وصلنا إنا إنو ظلمك إيا قردرادة ودنو الله تبارك وتعالى تروسته وإن سيني دور بري كهر أسبوعي هوري وحين وجهني للقرير كي مغرب كما يالبا كتغي وحكدن بيي ضوفانتي إيو فتا هذه إيو كرعي ليبيا مقالتن أو درنا ليدا انتي قادوي بدا كترت كما يال كما يالبا للايا كما يالبا للكوستي سقال شلي النولا وبرواقه استين وعادية حكوا الرئيس للقرير كي تركيا دو بلدكور لحداً إيا زيادة كن إنت اللي تيريه ودلي واي وهل ما قال هل محوقة هاي ديغان واي هذه مقولتها ياكو سيه أمان إنا نولك لقولك قوينين ياكو سيه أمان إنين آفاق لكو قبسانين ياكو سيه أمان إنين الضبيلة إيا فتهادي مصيبوين كو أسيبين ياكو سيه ما هي سنة سيداس درادت تاسينا وصببتا كنتا مصائبتا مقصود كإلهي كليه تبارك وتعالى مقاصدي حكم ككتشراي وحويان أضمدني إن الله تبارك وتعالى أبراروتيو أو أي إلهي أصول نقدان تبارك وتعالى لعلهم يرجعون إن يسوى الله بتاع أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إن توبت كينانو إسكرتان أو إلهي أصول نقدان معناها يوجدد إلهي كليه تاسو يوجدين كإلهي كليه وحكم ذا كعب دنبق لنا إلا عقابه يضع عقوبة آخر أوليرت كان كلاتين دنبق لهينا إن إلهي تبارك وتعالى دنبق داف أقرده وآخر درجات كسيه وليس للرقمن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مرك اعتماده صالح يضالح متقال كالتقان كان شيخها إيا كان أول أكسنا إيا كان صالحها إيا كان زاهدها مكلا تقان مصيبته حد اعتماده تعم الصالح والطالح مركي وذكارنا ثم يبعثون على نياتهم مال انت قيامته الروح بعمل كيسا لقصه صاري لكن مصيبته وإذن كوابسا الدون كان قال بابي سي الدون كان وحا هل كان لقيوا قالوا
فساد كودا إيه مسلمين تي إن بدن أو كم يدو الدبر دقتي أدون كاني بتبادة دي سو هدو بتبادة بليه وهالمت هالمت واي مهوية إن لا إصلاحيو مفسدين تي لقى قطو وحي هالليين لهجاتيو خلت كي جلاد إله اللوجن نقدو أي عتك إيه صوت كمسلمين تو إنه حيوجستو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله تبارك وتعالى أنت أدونك ضد مصلحين وإصلاح أتاقا أي تيران مهلا قيم لكن مصلحين تواء مسين قار ولا أمسيه قار حبسي هذا لجريه قار ولا عبسيه قار لفه هذا أبقين قار مسؤولية دي بيكبر مركات أمسطو كيف فساد كودين فساد كيس وشقيه واحد سكتاي وحوي عقوبة إيمان يسيا مصيبة وأوكود قاريسا عذر رضن بدي الله عي ملايين تجلافنا يوم حيكو إيمان يا سير برر كان أدون ككثيرة يا نلاشن عديري كشيء دبده تشير كشيء تبدأ تشيرك شيء مع السببين دولته يقول لك أنا بدنا وعبنا يا فقراضي مساكين تي إسكب ذا مال والبيئة فدو قاعدي نلاشي با أتكاتي ويسي أتكان ويسي أتكان أنت آدمه تشيت كان قصة هذا ويسي أتكان ويركز يدري وإن مرك وحوي نقول بي أنتو قاعد كرو كي نقال له كي حول له كي كرسي هيا كي علم هيا كي قلن هيا هذا مهن إيه لولكن إلا بدباديو وباهيه هو قال ذي قال الرعية ذا لقى قبته هدين لقى قبوم وايو سيدا أنو سيدا بيعانو وحين نسقنا يوحو آفاتكو إني سيسي هذان إلهي خاتم ذا هينوها قاتيو آفاتكنا الله إنا قرم مريو الله تبارك وتعالى إنت لمتي الله أنا حريستو الله تبارك وتعالى سهفسو فهذا يلغن كوضا إنو ما قبته توبدي توفيق لنا الله بشارو هذه سفر لو قل جري برشد القرآن حتى واحد كبر نيسا قرآن إيو علوم تنشري عضا هذيك أوجو قريكا إيو قوب تعضا شقو دوكسيغ أولاين كا إيو برشد القرآن كريمك إيو شري عضا إسلام كا دروس تا أو سيدة تحانها أول ديو وحكامي دا برشد القرآن كريمك إيو هيقادة علوم تنشري عضا إسلام كا تربية دا أولادة إيو لقد عربيغا هذا باس خورست واي سعطا هلا نهرو قاد وحي فافاهينا كلا حريد نبراد شاشة دكاقة مقطة هموغاني دوكسيكا الله انك برشاد القرآن كريمكا يعلم تشريعات ايدارو الهجرة